السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقاء، قبل أي شيء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. سلطة الطيران تؤكد تطبيق إجراءات جديدة في المطارات وتحدد المواعيد. أكد سلطة الطيران المدني تطبيق إجراءات جديدة في المطارات تتعلق بالمسافرين الوافدين وبطاقة التلقيح الدولية. وقالت المتحدثة باسم سلطة الطيران جهاد الديوان إنه اعتبارا من تاريخ الأول من تشرين الأول المقبل سيتم اعتماد بطاقة التلقيح الدولية في المطارات العراقية، إضافة إلى متطلب الدولة المراد السفر إليها. وبشأن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيادة منح تأشيرات الدخول إلى الزائرين لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، أكد الديوان صدور توجيه من إدارة المطارات العراقية بمضاعفة الجهود وتسهيل تقديم أفضل الخدمات للوافدين إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام. أضاف أنه تم التأكيد أيضا على توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية بجلب فحص البي سي آر قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، وأشار إلى استثناء مرضى وزارة الصحة والفرق الطبية المرافقة مع المرضى بالسفر إلى الهند من الفحص، مبينا أن المسافر أو الوفد عليه جلب فحص البي سي آر قبل 72 ساعة من الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 7 أيام. وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في 8 حزيران الماضي إلزام جميع العراقيين المسافرين إلى خارج العراق إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد 19 وابتداء من تاريخ 1/10/2021، أضاف إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة. فإلزامه بجلب فحص البي سي آر سالب يثبت عدم إصابته بمرض كوفيد 19 عند السفر.